السلام عليكم أعزائي، معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نكمل مجموعة أوامر سيلكت. تعلمنا في الحلقات الماضية كيف نسوي جملة سيلكت لأفريج لماكس لكاونت لمجموعة توب لمجموعة متغيرات. الآن بدنا نيجي نحكي كيف نستخدم جملة هافينج، كيف ناخد نتيجة جملة تجميع، جملة سيلكت مع تجميع أو ماكس أو أفريج أو أي شيء. بدنا نجمع وناخد نتيجة معينة مش كل النتائج. يعني لما إحنا حكينا لهون سيلكت ديبارتمنت وماكس لا السالاريز سالاري، وحكينا له جروب باي ديبارتمنت ونفذنا. احنا اعطانا هون اللي هو اقصى راتب في كل قسم موجود في الشركة عندنا. يعني لو انا هون سيلكت ستار فروم امبلويز، اعلى راتب في قسم الاكاونتنج في ان هون كان 700 وهون كان عندها 100، اعلى راتب اللي هو 800. ونفس الطريقة بالنسبة ل الأقسام الأخرى. طيب لو بدنا نيجي ناخذ نتيجة، نحكي له أعطيني ماكسيم للرواتب اللي الرواتب الماكسيمم تبعها فوق ال 700 دينار. فبنيجي بنحكي له هافينج خد نتيجة. نتيجة ايش؟ نتيجة الماكس سالري. شو مالها نتيجة؟ أكبر من 700 دينار. طبعا احنا بنحكي عن هون جملة هاي منفصلة وهذه جملة منفصلة، عشان هيك هاي نتيجتها تحت وهاي نتيجتها فوق، فكل واحدة منفصلة عن الثانية ما لها خص، بس أنا عشان أفرجيكم النتائج تكون واضحة. فهلا احنا بدنا نجمع هون، جمعنا أخذنا أعلى رواتب لكل الأقسام. الآن بدنا نيجي نحكي له الإيه أعلى رواتب فيهم فوق ال 700 دينار. بننفذ العملية، اعطانا بس اللي هي الاكاونتنج والمانجمنت. ليش؟ لانه احنا هي كمان مره هون احنا الكاستمر سبورت الماكس 750 والسيلز الماكس 400، فهو اخذ النتيجتين ال 800 وال 2000 فقط. هي ال 800 وهي 2000 لان هذول انطبق عليهم الشرط. لو اجينا له حكينا له لا اقل أكثر من 700 and sorry okay. لو حكينا له أكبر من 700 and أصغر من 1000 في 5 أعطانا فقط ال 800 اللي هي الأكاونتينج، لانه هذه اكبر من 1000. اذا حطينا في الهافينج اكثر من شرط اللي هو الماكس سالري اكبر من 700 وماكس سالري اصغر من 1000. ونفس الطريقه لو اجينا قلنا له سم هون سم، بدي اعرف الاقسام اللي الرواتب فيها مجموعهم اكبر او يساوي 1500 دينار. او فبنيجي بنحكي له هون having sum ل salary اكبر من او يساوي 1500، فاعطانا قسمين اللي هو الاكاونتنج والمانجمنت. ان شاء الله تكون الامور واضحه، متنسوناش باللايك والشير، وإذا مش مسوين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.